وانت السؤال الاول تبون السؤال الاول اعطيه الاستاذ فيصل مقاطي، هل في قلبك حب او تعيش علاقه حب حاليا؟ الله يرحم فيصل، فيصل اخوي الله يعطيه الجنه. انا اسمي فواز. فواز معليش، الله يرحمه ويجعله في الجنه. امين. لا حول ولا قوه الا بالله. اسلم، جاوب على السؤال. الله يرحمه. امين. اسلم، هل تعيش علاقه؟ انا نسيت السؤال. إيه الله يجعله في الجنه. امين. نكنسل السؤال. لا 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 هات. طيب، هل تعيش علاقه حب الان؟ نعم. نعم. طيب، في تبرير؟ في تعليق على الكلام هذا؟ حلو، ابلع وعلمني. ايش جاوب؟ انا كنت اللقمة حلوة عشان تفكر. قال ايوه بجاوب ببرر لك، اصبر. قوم قاعد يبلع عشان المخ يشتغل. طيب حلو. اي نعم انا احب. مضبوط. احب والله. طيب برر. احب ربي. لا لا واحب الكينج. اسمعني طيب حبيبي. خليك لا لله وانا اليه راجع. خلينا نشوف تبريره بعدين. احب ربي. طيب واحب الكينج. ها. واخوانه. طيب واحب ارض السعوديه. انا قلت هل تعيش علاقه حب مع شخص؟ يعني الاجابه نعم. اجي مع اقدار. اي نعم. طيب جاوب. في تبرير بدون مراوغه. الاستاذ احمد السويري، هو اسمه احمد. الاستاذ احمد السويري الله يطول عمره في حياته ان شاء الله والسامعين. كان يقول في ثلاث شخصيات، فيه المتحجر، فيه المراوغ، فيه الفارق. انت مراوغ. اهم شيء اني ماني فارق. بتفرغ له. طيب جاوبني، لا تراوغ. يعني تبني اقدح؟ اقدح. اي انا احب القدحات، هذا اسمه برنامج القدحات تحت اداره المدير العظيم ناصر الغامدي. انا اقول يا رجل انا اشوف عراب القدحات صراحه. طيب انا ببرر لك يا بنت قلبي من مكان اخذتيه. الله الله. وانا عتيبي دياري بعيد. اما هاتي قلبي مكانه رديه ولا تعالي واسكني في وريد. يا سلام. كفي ولا ازودك؟ تكفي. تكفي الله يعطيك العافيه. طيب السؤال الثاني يا استاذ فواز. هو في سؤال ثاني؟ استاذ فواز سبب تقديمك للبرنامج وقصه تقديمك للبرنامج. والله طال عمرك انا انت جاني هنا على الوتر الحساس. انا يا ابو سحمي انا قدمت يمكن هذه رابع مره اقدم البرنامج. توفيق بيد الله سبحانه. بيد الله سبحانه. قدمت المره الاولى على قناه الواقع، توقع سكريبت حلو مع عز الاسلمي، تعرفون عز كلكم، انا وياه مقدمين سوا. فسبحان الله ما الله كتب لي فيها خير. هذه اول مره اقدم، انرفضت. طلعت زي ما تقول خلاص النفس طابت من الشيء ذا. او بدايه اقول لكم الصراحه، بدايه جاك زي الاحباط. زي الاحباط. حلو. اول مره واربع كروت حمر تطلع لك، يعني تكون محبطه شوي. لا إيه محبطة. بس انت عندك شغف. بس انا عندي شغف. إيه؟ متني الداحم وحمل. سمعت مني فطلعت ورحت للبيت. قالت لي امي خيره الخيره فيما اختار الله. قلت نعم. نعم. فتح برنامج ثاني. قالت امي انا اقوى محفز لي للبرامج ذي امي واخواتي. والله الله يخليهم لك. سمعت منه وانا شيء انت بيه امي والله اجيبه. قالت ابيك تدخل اشوفك التلفزيون. قلت تعال. وانا لو اني فارغ ما قدمت. عندي لا والله عندي اللي اقدمه. لا والله ما انت فارغ. اول شيء ان شاء الله اني ارضي ربي ثم والديني ثم جمهوري ثم اصحابي واحبابي من يعز علي واقدم اللي ليك بالشيء الطيب واللي يقربني. هذا علمي وسلامتك. الطموح اللي انا انت سؤالك ايش؟ الطموح اللي تبغاه؟ الطموح اللي تبغاه توصل. انا ابغى اوصل طال عمرك للاعلام بشكل عام بدون مبالغه. اني اكون أيوه. مؤثر مؤثر حلو. مؤثر في الاعلام. اني اكون من ضمن المشاهير. اني اكون اطمح اني ما اكون من ضمنهم وبس، اطمح اني اتعدى. سمعت ولا لا؟ يعني اي والله كفك الطيب. وهذا طموحي طال عمرك الاعلام بشكل عام. ما هو على الشعر اساسا. انا شاعر الله ملك الحمد اكتب بس الشعر. طموحي ممكن اطلع مقدم، ممكن اطلع ممثل، ممكن اطلع مؤثر في السوشيال ميديا ومحتوى حلو. يعني انت تطلع تكون مؤثر اكثر من انك تكون مشهور. هذا اللي فهمته. هو المؤثر هو المشهور. لا في مشهور، في مشهور بس ما هو مؤثر، وفي مؤثر يطعم بس ما هو مشهور زياده عن اللزوم. عرفت؟ ما في نطاق واسع. فانا اطمح اني اكون مؤثر عشان اقدر اثر في المتابعين، يتاثرون مني زي القدوات. وفي مشهور يطول عمره انت تتابعه بس تضحك تمشي. اي واحد مشهور اسمه مؤثر؟ لا. ايش رايك طيب؟ انا ما اشوف الكلام. ايش رايكم يا الربع؟ لا والله في مؤثر فيه. فعلا. في مؤثر في خبرين في مؤثر وفي ما هو. طيب انا اقول لك. مشهور عنده مؤثر في مشهور مؤثر بسناب مؤثر اكثر منه. ايش رايكم في الكلام؟ صح ولا لا؟ في فرق جمهور اقل بس تاثير اكثر. في ناس شهرتهم وش؟
فهد حلو خلي غير مرغوبه الناس كلهم يعرفونه لكن كل الناس ما يبون يمشون ولا يبون مبغوض لو يبون ما صوروا معه حلو مبغوض لازم هذا مبغوض اي صادق هذا غير مؤثر مضبوط انا ان شاء الله المؤثر اللي يحبونها الناس ويكتدون به نعم انا لا لا انا باللي يحبونها الناس ان شاء الله يحب. ايوه انت الله يحب الله يحب عشان كذا انا قلت لك تبغى تكون مؤثر الله يجعلني محبوب عند الله عند خلقه اللهم امين اللهم انا ابغى مؤثر زبن محمد الرجباني والله والله اني كنت حاسيه بس اسئله جديده بعد بنبتديها من عنده لكن شافني هذا اي والله زبن عرفت تبغون نكمل اسئله